الإعلامي الصديق وزميل أشرف محمود الإعلامي المصري المعروف وهو رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية معنا على هاتف البرنامج. زميلنا أشرف، الله يسعد مساك. مساك الله بالخير دكتور ليس، وتحياتي لك ولأسرة البرنامج، وتحياتي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا. تهانينا القلبية إلى المجلة الرياضية وكل فريق العمل اللي حضرتك ذكرته، وبحييك أنك ذكرت أسماء كل الزملاء اللي مروا على مدى 4 قرون. يعني المجلة الرياضية واحدة من البرامج الرياضية التلفزيونية الأكثر شعبية وشهرة وانتشارا واستمرارية، يعني دخلت أو أكملت 4 عقود من مسيرتها، قدمت للإعلام الرياضي العربي وجوه إعلامية متميزة وكفأة، وأثبتت جدارتها سواء في الفرق التي يكونها اتحاد اتحادات الدول العربية لنقل البطولات الكبرى والأولمبية، أو سواء ممن انتقلوا للعمل في القنوات الفضائية الخاصة العربية. تهانينا لكم وتحياتنا لكم، ونتمنى لكم دوام التوفيق والاستمرار في رسالتكم الإعلامية التي تهدف إلى نشر كل ما يفيد الرياضة محليا وعربيا، التأكيد على أن الرياضة رسالة وعلى أن الإعلام رسالة، وبالتالي بعيدا عن الإثارة وبعيدا عن البحث عن الترند، أنتم تتحدثون من أجل الحقيقة ومن أجل خدمة الرياضة، فتهانيئا لكم بالجائزة وتحياتنا لكم وتهانينا القلبي. كل شكر لك أشرف، ما شاء الله. طبعا أشرف، إحنا مشتاقين لك، دائما نشوفك في البطولات الكبيرة. الله يبارك فيك يا دكتور. فإن شاء الله يعني الأيام المقبلة إن شاء الله نشوفك. اليوم أيضا إحنا يعني بنفخر بإعلامي يقود أو يكون رئيس للاتحاد العربي للثقافة الرياضية. نحن نفخر حقيقة بزميل إعلامي كأشرف محمود. اليوم نتحدث عن باقي الجوائز اللي صارت، هي ليست جائزة واحدة، هي جوائز، وسيكون هنالك حفل تكريم تحدث عنها. هذه الجوائز أو هذه الجمعية التي بدأت تظهر بصورة قوية على الساحة العربية. بداية برضو في أمرين عايز أقولهم دكتور ليس، الأول تحياتي لزملائي الأعزاء في الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية برأس أخويا العزيز أبو عون حسن مسعود، أكيد موجه له التحية، لأن ليهم دور كبير كمان في هذه الجائزة بالذات. أنت تعلم أن المملكة الأردنية الهاشمية والجمعية الأردنية استضافوا النسختين الماضيتين متتاليتين لحفل تكريم الفائزين في هذه الجائزة. لكن عايز أكمل النقطة الثانية، أن كان مركز إعداد الواعدين اللي بترعاه أمانة عمان الكبرى، وده حدث جميل جدا أن أمانة عمان الكبرى اللي تمثل عاصمة الأردن الشقيق أو المملكة الأردنية، في اهتمام بالجانب الرياضي بالشق الرياضي من المسؤولين اللي هم مش معنيين بالرياضة مباشرة، لكن نجحوا في تنظيم ما يشبه المبادرة، مبادرة إعداد الواعدين، من خلال طبعا الأبطال الرياضيين الأردنيين السابقين المعتزلين، إن هم يكتشفوا النجوم ويقدموهم للمنتخبات الأردنية في كافة العباد. ده مبادرة متميزة فازت معانا بجائزة المسؤولية المجتمعية. بقية الجوائز كما هي الحال، طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري أخذ جائزة شخصية العام، لأنه النادي الأهلي المصري عمل على الصعيد، أولا افتتح مقر جديد للنادي على صعيد المنشآت، الفرق الكبرى الجماعية كرة يد وسلة وطايرة وقدم، الرباعي ده خد بطولة إفريقيا، والرباعي ده شارك ولأول مرة نادي في العالم يشارك 4 فرق منه في 4 بطولات كأس عالم للعبات الأربع. أيضا في المستوى المجتمعي يعني سخر قافلة لأشقائنا في غزة، الشاشة بتاعة القناة توقفت 3 أيام حدادا على شهداء غزة، التعامل مع مستشفيات اللي هي أمراض الأطفال الصعبة والمستعصية هنا في مصر وتقديم تبرعات لها، ده خد الجائزة. في جائزة عندنا جائزة تقديرية بيفوز بها مجموعة من الشخصيات بيختارهم مجلس أمناء الجائزة ممن قدموا وأزدوا للرياضة العربية خدمات جليلة كلهم في مجاله، فمنهم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ورئيس اتحاد الهيجن ورئيس اتحاد الترياسلون السعودي والآسيوي، وفي ذات الوقت هو أيضا مدير الدورة الرياضية السعودية، الدورة الحديثة جوائزها 200 مليون ريال وبيشارك فيها 8000 رياضي، يعني حدث كبير جدا. في ايضا الاستاذ الدكتور كمال درويش وهو يعني عميد عمداء التربيه الرياضيه في الوطن العربي، واحد من ابرز والمع علماء الاداره الرياضيه،
في المهندس محمد عبد الرحيم من السودان، وده مدير اتحاد اذاعات الدول العربيه. نوجه له التحيه اكيد يعني من خلالك ومن خلال هذا البرنامج. نعم، لانه عمل نقله للاتحاد، وانت 100% صحيح تعرف يقينا صحيح. عمل نقله على الصعيد الانشائي وعلى الصعيد الاقتصادي. صحيح. النهارده اتحاد اذاعات الدول العربيه لا يكلف جامعه الدول العربيه مليم، صحيح، يصرف على نفسه، بل بالعكس هو عنده فندق يدر عليه دخل يعني. صحيح صحيح. في السيد محمد يوسف المانع، واحد من قيادات مجلس الشيوخ القطري، وفي نفس الوقت رئيس الاتحاد الاسيوي والعربي لرفع الاثقال، وله بصمه كبيره في الاتحاد الدولي رفع الاثقال. البطله بقى السوريه بعد غياب طويل، غادة شعاع، الرياضيين السوريين بيعودوا للواجهه والتكريم، وهي بطله اولمبيه كما تعلم. صحيح. فاستحقت التكريم بجائزه تقديريه. لدينا ايضا حدث العام اللي هو الدوره الرياضيه العربيه التي استضافتها الجزائر بعد غياب 12 عام. لدينا الجدارة والتميز للاتحاد السعودي لكرة القدم عشان الدوري السعودي اللي اتنقل نقلة تانية خالص. صحيح، استحقه، تقطبهم في الدوري السعودي والمنتخب المحلية. في الاتحاد المصري للسلاح 48 لاعب احرزوا 131 بطولة عالم خلال العام، رقم قياسي كبير جدا غير مسبوق. ويعني البطلة المغربية خديجة المردي اول عربية وافريقية تحرز بطولة العالم وزن 81 كيلو في الملاكمة، وده برضو انجاز يحسب ولا بد ان يشار اليه. لدينا ايضا في الاعلام المجله الرياضيه، التلفزيون الاردني، لدينا الاستاذ عبد العزيز الشرقي اول رئيس تحرير لجريده سعوديه يوميه رياضيه، الاستاذ فايز عبد الهادي احد مؤسسي الصقر القطريه، والاستاذ علي حميد المعلق الرياضي الاماراتي. اكيد موجه له التحيه. نعم، واخونا يزيد مواقي الاعلامي الجزائري الذي كان رئيسا البرامج الرياضيه في BBC والعربيه، شخصيه شخصية معروفة أكيد. الجائزة هناك طبعا مبادرات، وحينما أذكر مبادرات، إحنا أولا في تكريم خاص لجائزة الوفاء لشهداء غزة من الرياضيين، وعددهم كبير، منهم 60 من الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية والبقية من اللعبات الرياضية عموما. اخترنا هنا كان في صراع كبير جدا، كان عدد كبير منهم مبادرة حلوة جدا جدا من الأردن من معتصم الغويري، كانت عن انهض وحلق. ولكن احنا طبعا مشكلتنا اخويا الدكتور انه العدد 3 ما اقدرش نتجاوزه، فقررنا ان انهض وحلق، وهناك 4-5 مبادرات اخرى شاركت في ندوه تخص الاتحاد العربي للثقافه الرياضيه في اكتوبر الماضي، وتم الاتفاق على تكريم 6 مبادرات تكريم خاص. حلو، جميل جدا. اما يعني انهض وحلق ستكرم مع بقيه المبادرات التي شاركت في الندوه الخاصه التي نظمها الاتحاد في اكتوبر الماضي واشاد بها الجميع. اشاد بمبادره انهض وحلق وبقيه المبادرات، كانت هناك مبادره من مصر بلا غرقه، مبادره لعبتك زجاجتك، مبادره عون من سلطنه عمان، كان في اكثر من مبادره. فاحنا في الندوه اتفقنا ان هذه المبادرات لا يمكن ان نميز واحده على الاخرى لانهم جميعهم ممتازه، فبالتالي سيتم تكريمهم. اما فاخترنا مبادره الروح الايجابيه لشرطه دبي، كان يعني حدث كويس جدا ان هم اهتموا بعمل اكثر من 38 فعاليه رياضيه للتعريف باهميه الروح الرياضيه والتنافس الشريف. تتحدث ايضا عن مجموعه من شخصيات في المسؤوليه المجتمعيه ممن بادروا بعمل دعم للعبات الرياضيه، دعم للاتحادات الرياضيه، دعم الابطال الرياضيين، فدول لازم نقول لهم شكرا. فتقريبا انا كده قلت لك يعني ما يشبه حصر لكل الجائزه. الله يعطيك العافيه. الاتحاد العربي للثقافه الرياضيه نسختها الخامسه. اشرف، انت كرئيس الاتحاد العربي للثقافه الرياضيه، احنا بنشكرك، نشكر هذا التواجد العربي وهذا الجمع العربي وهذه اللمسه اللي بتاديها هاي الجمعيه وعفوا هذا الاتحاد. اكيد هذا الشيء بنفخر فيه، واليوم انتم استطعتم ان تفرضوا اسم هذا الاتحاد بشكل كبير على الساحه العربيه. بدي اشكرك، وايضا اوجه الشكر دائما لاخونا رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية أكيد، وهو عضو الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أكيد، للسيد حسن مسعود أبو عون، اللي حقيقة يعني يعمل بشكل كبير لأجل الثقافة الرياضية، لأجل الرياضة، لأجل كل ما هو مختص، وهذه شخصية أكيد بنوجه له التحية للأستاذ حسن مسعود على هذا العمل وعلى هذا الجهد. وبدي أكد شكرنا للأستاذ أشرف محمود رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.